من البركات اللي ربنا اديها لي في حياتي قناة كوبتكسات. انا فرحانة قوي قوي، انا اعتبر حاسة نفسي ان انا اتولدت في القناة هنا، والقناة دي مش مجرد مكان انا بشتغل فيه او بخدم فيه او موجودة فيه خلاص. القناة دي امي، بيتي التاني، دايما بقول ده بيتي، بحس بالامان هنا، بحس بالدفى هنا. بشكر جدا القائمين على قناة، الاسيس فيكتور طبعا، وهايدي سعد، واستاذة شيرين خليل، وكمان بشكر المخرجين الموجودين يعني، وكل العاملين طبعا، تيم كبير جدا بيتعب قوي قوي في القناة، فانا بشكرهم انهم محافظين على القناة بثبات، وربنا هو اللي بيحافظ طبعا، ربنا هو ده مكان ربنا. دايما بقوله يا رب احب اكون في المكان اللي انت موجود فيه، وطول ما انا قاعدة وحاسة مرتاحة نفسيا وفي سلام يبقى اكيد ربنا موجود. انا بشكر كل سادة المشاهدين اللي بيتابعوا اسأل مع ميرا، وبيتابعوا القناة وبيدعموا القناة، واتمنى انها تكون نور في كل بيت بتدخل فيه. كل سنة وانتي طيبة يا كوبتكسات، انا فرحانة بيكي جدا، وفرحانة ان ربنا اختارني ان اكون موجودة في وسطيكم، واتمنى ان انا اضيف حاجة صغيرة جدا حتى زي كده شعلة الشمعة لكل الناس اللي بتشوفنا، وكل الضيوف اللي بيجوا معايا بحس انهم بركة لينا، وانتم بركة لينا. ربنا حافظ عليكم ويحافظ على كوبتكسات، وعقبال ال100 سنة كوبتكسات وانا معاكم. يسوع يحافظ عليكم كلكم. باي باي. لكل مشاهدين قناة سيسات، جايين النهاردة نعيد مع بعض العيد رقم 9. كل سنة وانتو طيبين، قناة سيسات طيبة في فرحة واستمرار وازدهار. كل سنة وانتم طيبين، وسنة سعيدة على القناة وعلى أسرة القناة، سنة فيها خير وبركة وإثمار للقناة، وسنة فيها نشوف إيد الرب في كل أمر من أمور القناة. كل سنة وانتم طيبين، والعاملين كمان، وعلى رأسهم طبعا مدام هايدي ومدام شيرين، ربنا يبارككم ويحافظ عليكم. كل سنة وانتم طيبين. سيسات، كل سنة والقناة طيبة وعقبال 100 سنة. مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين، قناة سيسات هابي بيرث داي، سنة حلوة مع يسوع، عقبال 100 سنة خدمة، وعقبال 100 سنة إذاعة وبرامج جميلة متميزة. كل العاملين تهنئة خاصة ليهم، وربنا يعوضهم على كل تعبهم اللي بيعملوا معانا. كانت حضانة حامل إيمان هنا في الكنيسة الأنبا أثناسيوس ليها الأسبقية في إنها تصور أول حلقات برنامج توي جوي، وطبعا كانوا مبسوطين جدا، والأطفال كانت مبسوطة جدا، فكلنا بنشكركم أسرة الحضانة والأطفال وأولياء الأمور، ودايما كده من نجاح لنجاح ودايما في تقدم. كل سنة وأنتم طيبين. هابي بيرثداي سيسات، سنة حلوة مع يسوع. هابي بيرثداي تو يو قناة سيسات، ودايما القناة معانا وفرحانة ببرامجها. هابي بيرثداي تو يو قناة سيسات، ودايما مفرحة الأطفال ببرامجهم الحلوة، ودايما ممتعينا ودايما معانا في كل أوقاتنا. إعلان هادف برؤية عصرية، ده شعار قناة سيسات المرئية من أول 11 نوفمبر 2011 على إيد الأستاذة هايدي الإعلامية، وبحضور إلهنا الفادي المسيا بدأت خطوات هادفة وجدية، ووضعنا أساس محبة وبنيان وصلاح ولطف، مش مجرد أمور سطحية. كبرت سيسات وبقت عمرها 9 سنوات، واتطورت برامجها لتخدم جميع الأعمار والفئات. بيني وبينكم،
صرخة وأمل، برامج هادفة أساسها تعب ومجهود وحب كبير للعمل. توي أند جوي، حوار ورسالة، إعلام صادق وكله أمانة، صوت من لا صوت له، رحمة إلهية ممزوجة بسلامة. ده غير التراتيل والعظات والألحان والطابع الأرثوذكسي الجميل الرنان. تراثنا القبطي اللي كله جمال، عقيدتنا الغنية اللي بنأكد عليها في كل توقيت ومكان. عقبال 100 سنة يا سيسات، وتفضلي دايما قناة هادفة وسط كتير جدا من القنوات، ويفضل هدفك توصيل فكر مسيحي وأمانة لكل الفئات، ودايما تثمري 30 و60 و100 من الثمرات، ويكون كل شخص بيعمل فيكي مليان نعمة ومحبة وبركات.